نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. قتل 3 مدنيين سوريين بينهم طفل وأصيب 12 آخرون جراء سقوط قذائف أطلقتها الجماعات الإرهابية المسلحة على منطقتي سيف الدولة والعزيزية في حلب، وتزامن ذلك مع تفجير إرهابي تبنته جماعة داعش في بلدة أحرس بريف حلب. كما دارت معارك عنيفة بين الجماعات المسلحة وداعش في تل جبين ودارت عزة وأحرس بريف حلب الشمالي. إلى ذلك استهدفت المجموعات المسلحة المناطق السكنية الآمنة في مدينة دمشق بقذائف الهون والصواريخ. وفي ريف دمشق أطلق الجيش السوري عملية عسكرية لتحرير حي جوبر ومنطقة حرسة في الغوطة الشرقية. وبحسب مصدر عسكري فقد سيطر الجيش على شركة ريما للمياه وعدد من الأقرية في حي جوبر شرقية دمشق، ودمرت وحدات من الجيش مقرات ومراكز اتصال للجماعات المسلحة بعد مقتل أعداد كبيرة من المسلحين. يذكر أن معظم قذائف الهون التي تستهدف المناطق السكنية في العاصمة دمشق تطلقها الجماعات المسلحة المتمركزة في حي جوبر والمناطق المحيطة بها. الجيش السوري يواصل عملياته في المنطقة الممتدة بين ريفي حماة وإدلب، حيث أدت إلى مقتل عشرات المسلحين خلال الساعات 24 الماضية. ففي أطراف سهل الغاب قتل 12 مسلحا إرهابيا على الأقل، وأشارت مصادر عسكرية إلى مقتل 17 مسلحا من عناصر ما يسمى جيش الفتح في سفوح جبل سيدي علي وتدمير 10 آليات مصفحة ومدرعة مزودة برشاشات ثقيلة في محيط بلدة خان شيخون بالريف الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب. وأكدت مصادر ميدانية أن الجيش دمر دبابة للمسلحين في محيط بلدة التمنعة وقرية سكيكا بريف حما. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن طيرانها الحربي في سوريا قصف 40 هدفا إرهابيا خلال الساعات 24 الماضية. وقالت الوزارة أن الطائرات الروسية نفذت 41 طلعة جوية لضرب 40 هدفا إرهابيا تركزت في محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة ودير الزور، مشيرة إلى أن قاذفات سوخوي 34 وطائرات الدعم سوخوي 24 ام وسوخوي 25 اس ام شاركت في العمليات. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد استعداد بلاده للتعاون مع مختلف الدول في مجال مكافحة الإرهاب بصورة أوثق. وخلال كلمة له في مجلس الدوما الروسية أشار لافروف إلى استعداد موسكو للتعاون بصورة وثيقة مع جميع الدول بما فيها تلك التي تواجه الخطر الإرهابي مباشرة، وقال أن الجهود المشتركة يمكن أن تؤدي إلى إحراز تقدم في حل القضايا الأكثر صعوبة. أضاف أن محاولات الغرب عرقلة قيام نظام عالمي عادل تؤدي إلى انتشار الفوضى. وأكد لافروف أن روسيا ستواصل النهج السياسي المستقل بما يتوافق ومصالحها الوطنية. موسكو اعتبرت أيضا أن المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد تعني قبول مطالب الإرهابيين. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا تزايد حالات فرار الإرهابيين من مواقع في سوريا إثر الغارات الجوية، وقالت إن الائتلاف السوري المعارض فقد مصداقيته بعد مقاطعته جهود المبعوث الدولي إلى سوريا دمسورا. وأضافت المتحدثة أن المسؤولين الغربيين لم يقدموا أي أدلة على مزاعمهم حول سقوط صواريخ روسية في إيران. واليوم تستأنف روسيا والولايات المتحدة مباحثاتهما العسكرية حول الأزمة السورية لتفادي أي حادث جوي في سماء سوريا. وقال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر خلال مؤتمر صحفي في بوسطن إن الأمر يتعلق أساسا بتبادل المعلومات لتفادي حصول حادث بين طيران البلدين، مشيرا إلى أن المحادثات تحرز تقدما. وكانت موسكو وواشنطن قد أجرتا جولتي مباحثات عسكرية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وبحثتا مسألة تأمين المجال الجوي السوري واحتمالات التصادم بين الطائرات الروسية والغربية. رئيس لجنة العلاقات الدولية والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي
يجري مباحثات مع كبار المسؤولين السوريين في العاصمة دمشق، ويبحث بروجردي أطر التنسيق لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى التأكيد على العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين. وأكد بروجردي أن التعاون الرباعي بين سوريا والعراق وروسيا وإيران خطوة ناجحة تتضح أثرها في مكافحة الإرهاب. بدأ الجيش السوري توسيع عملياته في شرق دمشق على محاور دوما، حرستا، عين ترما، زملكة، ويتقدم في نزلة غورو بحي جوبر. الجيش مدعوما بسلاح الطائرات والمدفعية بدأ هجوما على مواقع انتشار المسلحين ونقاطهم في الحي، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي ريف إدلب أفادت مراسلة الميادين في سوريا بأن الجيش التركي معززا بالدبابات اقتحم الأراضي السورية من جهة أطمة، واستولى على مساحة 100 متر في عمق الأراضي السورية بذريعة إقامة جدار عازل. السلطات التركية طلبت من سكان المنطقة حيث يوجد مخيم كبير للنازحين إخلاءها. في المقابل خرج محتجون لمنع دخول آليات الحفر والجرافات، فرد عليهم الجيش التركي بإطلاق رصاص كثيف لتفريقهم. وعلى صعيد الغارات الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها الحربية استهدفت 86 موقعا لداعش في سوريا في الساعات 24 الماضية، وأشارت إلى أن هذه الغارات شملت الرقة وحماة وإدلب واللاذقية ومناطق عدة في حلب. نفذ سلاح الجو الروسي 88 طلعة جوية استهدفت 86 موقعا تابعا لتنظيم داعش في محافظات الرقة وحماة وإدلب واللاذقية وحلب خلال 24 ساعة الماضية. وتنضم إلينا مديرة مكتب الميادين في دمشق ديما نصيف. أهلا بك ديما. الجيش السوري يبدأ بتوسيع عملياته في حرستا وزملكة، ماذا لديك من معلومات ميدانيا، وماذا بشأن يعني العمليات العسكرية الروسية؟ نعم وفاء، هذه الجبهة التي يعني قام الجيش السوري اليوم بفتحها مجددا في محيط مدينة دمشق وخاصة إلى الجهة الشرقية والشمالية الشرقية، وهي مناطق تعتبر مفاتيح أو مداخل الغوطة الشرقية من هذه الجهة. طبعا العملية بدأت بقصف جوي كثيف جدا تركز على مناطق انتشار ويعني مواقع المسلحين في مناطق جوبر وعين ترما وزملكة وحرستا ودوما، أي أن الجيش يتحرك على محورين، أو أن عملياته يفترض أن تتحرك على محورين، من محور ساحة العباسيين في الشمال الشرقي للمدينة باتجاه جوبر وزملكة وعين ترما، وأيضا هناك محور آخر عبر شارع القابون وهو المتاخم لمنطقتي حرستا ودوما. وبالتالي هي تشابه كثيرا ما بدأه الجيش قبل عامين عندما بدأ بما يسمى أو ما سمي يومها بعملية درع العاصمة، لكن هذه الجبهة استقرت فيما بعد وباتت جبهة ساكنة. هناك بعض المناوشات التي تكون بين المسلحين وبين الجيش السوري، لكنها بقيت جبهة مفتوحة إن صح التعبير، ومعركة مفتوحة منذ ذلك الحين، لأنه كان هناك أولويات للجيش السوري عن حسم هذه الجبهة تحديدا. وهي طبعا تأتي هذه العملية في سياق كل ما بدأه الجيش السوري بتوسيع عملياته بفتح جبهات متعددة، وبالتالي ضرب واحدة من أهم الجبهات الأساسية التي لطالما حاول المسلحون أن تكون مدخلا لاختراق العاصمة دمشق أو للتقدم نحو العاصمة من جهة ساحة العباسيين، لكن ذلك لم يتحقق أبدا. حتى عندما الجيش يعني التفت إلى جبهات أخرى، هو كان يثبت نقاطه في مقدمة حي جوبر، وبالتالي يمنع المسلحين من الدخول إلى العاصمة. بكل الأحوال هي لن تكون معركة سهلة، لأن منطقة جوبر على الأقل هي منطقة مليئة بشبكة أنفاق هائلة تمتد من جوبر إلى مناطق كثيرة في الغوطة الشرقية، كان يستخدمها المسلحون كمركز إمداد لبقية هذه المناطق، وأيضا هي كتل إسمنتية كبيرة جدا، وبالتالي المعارك في داخلها لن تكون أيضا سهلة. لكن يبدو بأن الإسناد الجوي مع القصف المدفعي المكثف الذي نسمعه منذ الصباح وفى سيكون عاملا مؤثرا من أجل تقدم القوات التي فعلا تقدمت كما قلت في الخبر على أكثر من محور، سواء في جوبر أو حتى في حرستا. وطبعا هناك معقل أساسي لا يزال يحتفظ به جيش الإسلام وبقية المجموعات التي كفيلق الرحمن والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، خاصة في منطقة دوما التي يحتفظ فيها
تحتفظ فيها هذه المجموعات بهيكلية عسكرية وقضائية وإدارية، ولكن بكل أحوال الجيش بدأ هذه العملية وهي عملية واسعة وعلى جبهات متعددة ومدعوما بإسناد ناري كثيف سواء جوي أو حتى مدفعي أو براجمات الصواريخ. نعم ديما، يعني وزارة الدفاع الروسية أعلنت بأنها استهدفت 86 موقعا لداعش في سوريا. ما الجديد لديك فيما يتعلق بالغارات الروسية؟ نعم، هذا يعني هذا ايضا مدعوم بما قالته لنا المصادر العسكريه بان ايضا الغارات الروسيه اليوم استهدفت مناطق في جنوب ادلب وايضا في ريف حماه الشمالي شرقا وغربا وكذلك ايضا في ريف اللاذقيه لمواكبه العمليه البريه التي لا يزال الجيش السوري يتقدم فيها. طبعا كان هناك بعض النقاط التي شهدت عمليات كر وفر خصوصا في كفر نبوده وجب الاحمر، لكن لا يزال هناك وتيره للتقدم للجيش السوري وإن كانت هناك مقاومة عنيفة من المجموعات المسلحة. ويوم أمس كان هناك مطالبة أو تهديد صح التعبير من قبل بعض هذه المجموعات بأنها ستترك جبهات ريف حماة وريف حمص إن لم تصلها الإمدادات والأسلحة. أيضا علمنا من مصادر ميدانية بأن القاضي الشرعي لجيش الفتح عبدالله المحيسني طلب إلى القوات يعني على للفصائل المسلحة المرابطة على جبهة كفرية والفوعة بإخلاء هذه المناطق لدعم ما أسماهم المجاهدين بمعارك ريف حماة خصوصا التي تلقى فيها المسلحون ضربات قاسية وموجعة جدا. نعم ديما نصيف مديرة مكتب الميادين في دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. وفي نفس السياق علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في معرض حديثه عن إطلاق بلاده صواريخ من بحر قزوين بالقول إن الاستخبارات الأمريكية لا تعرف كل شيء ولا يتعين عليها ذلك. لعل صواريخ كاليبر كانت المفاجأة الكبرى للاستخبارات الأمريكية والغربية، فما هي أهمية هذه الصواريخ؟ أهلا بكم. في 27 أكتوبر الماضي أطلقت 4 حربية روسية 26 صاروخا جوالا من طراز كاليبر على منشآت تابعة لتنظيم داعش في الأراضي السورية من بحر قزوين. أصابت الصواريخ بدقة 11 هدفا بالرغم من أنها تبعد نحو 1500 كيلومتر عن مكان إطلاقها. صواريخ كاليبر لم يكن يعرف الكثير عنها حتى هذا التاريخ، وقليلون هم من كانوا يعرفون أن روسيا تمتلك صواريخ على غرار صاروخ توماهوك الأمريكي. اعتمدت موسكو أسلوب المفاجأة في ضرباتها هذه، فالمتابعون للصناعات العسكرية الروسية كانوا يعتقدون أن صواريخ كاليبر التي طرحها الروس في المعارض الدولية منذ العام 1993 لا يزيد مداها على 300 كيلومتر، ليفاجأ اليوم بأنها تتجاوز مسافة 1500 كيلومتر وأنها دقيقة الإصابة. بدأت روسيا العمل بمشروع كاليبر في مطلع سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية العمل بمشروع توماهوك لكن من دون الكشف عنه. بعد عام 2000 خضعت صواريخ كاليبر لتحديث أدى إلى ظهور جيل جديد من الصواريخ، لكن الروس تعمدوا عدم عرض هذه الصواريخ في المعارض الدولية. وفي 17 من أيلول سبتمبر عام 2012 أجريت تجربة على صواريخ كاليبر إنكي أجرتها سفينة الصواريخ داغستان الموجودة في بحر قزوين، وتكللت هذه التجربة بالنجاح ليأتي استخدامها في قصف مواقع داعش مع إصابات دقيقة ويضعها في مصاف الصواريخ البعيدة المدى والأكثر دقة في العالم. تجوب الطائرات الحربية الروسية سماء اللاذقية في حركة لم تعتدها المحافظة من قبل، حركة يتابعها المدنيون بترقب ويأملون أن يكون دورها حاسما في تغيير المعادلات على الأرض في الجبهات القريبة. محمد الخضر. الطيران الحربي الروسي لا يغادر سماء اللاذقية، عمليات جوية على مدار الساعة تشمل ريفي حماة واللاذقية الشمالي وصولا إلى إدلب وحلب. حركة جوية رفعت معنويات أهالي المدينة في ظل إنجازات على الأرض غيرت المشهد بعد فترة من الوجوم كما يقولون. يعني في أخبار هلأ عم نسمعها ما كنا نسمعها من فترة، كانت العالم في معنويات، يعني في عالم كتير انحطت معنويات كذا، بس حاليا يعني الوضع أحسن من الأول بكتير. أول شيء كنا نسمع بالأخبار أنه التقدم وكذا وصار، بس ما عم نشوف على أرض الواقع. هلأ صايرين عم نشوف على أرض الواقع أكثر. الترحيب واضح بالمساعدة الروسية،
وأهالي المدينة يعيشون إيقاع المواجهات على بعد كيلومترات في الريف الجبلي الشمالي. التحالف الروسي له كمان إمكانيات وقدرة واضحة وطريق واضح في محاربة الإرهاب، لذلك في الضربات الأولى للإرهاب على العرض بيّن أن الجيش السوري تقدم واضح. مبسوطين بوجود الجيش الروسي معنا، نحن في اتفاقيات بيناتنا وإن شاء الله لتحبيب الوطن من كل بجس الإرهاب اللي موجود عندنا بسوريا. التحرك الجوي للمقاتلات الروسية يرافقه تبدل سياسي منتظر كما يراهن المحللون، فتبدل المعادلات الميدانية ممر إجباري للولوج إلى الحلول السياسية، ودخول موسكو القوي يعدل من تدخل الغرب والقوى الإقليمية دعما للمسلحين. لا شك بأن التدخل الروسي أحدث انقلابا في المشهد، انقلابات جذرية يعني على عدة صعود، ليس فقط على الصعيد العسكري والميداني وإنما على الصعيد السياسي ومزاج الشارع السوري. طبعا نحن كنا منذ البداية في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها مع الأطلس تحديدا عبر هؤلاء الوكلاء وعبر هؤلاء المرتزقة الإرهابيين الذين يسمون بالجهاديين وما شابه ذلك أو الثوار بين مزدوجتين. تسير الحياة بإيقاع طبيعي في المدينة التي استقبلت المقاتلات الروسية، أسواق ومؤسسات حكومية وخدمية لم تتوقف يوما، لكنها اليوم تترقب تغيرات كبيرة في الجوار الملتهب. لم تشهد اللاذقية أجواء تفاؤل منذ 4 سنوات كما حالها اليوم، تفاؤل ينتظر الملايين من سكانها والنازحين إليها أن يترجم إنجازات ميدانية على الأرض، وخصوصا بعد الدعم الجوي الروسي الكبير. محمد الخضر من مدينة اللاذقية، الميادين. كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الإدارة الأمريكية رفضت إرسال وفد إلى موسكو أو استقبال وفد روسي في واشنطن لبحث محاربة داعش. لافروف في كلمة أمام مجلس الدوما أشار إلى أن بلاده ستستمر في انتهاج سياسة مستقرة، وكشف أن موسكو عرضت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يرفض قلب أنظمة الحكم، مشيرا إلى إمكانية استئناف الحوار مع واشنطن في حال تخليها عن لغة الإنذارات. إلى ذلك قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد تعني القبول بمطالب الإرهابيين. زاخاروفا قالت أن الائتلاف السوري المعارض يفقد مصداقيته بعد مقاطعته جهود المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا، وأشارت إلى وجود حالات هروب لإرهابيين من مواقعهم في سوريا بعد بدء الغارات الروسية. وأضافت زاخاروفا أن المسؤولين الغربيين لم يقدموا أي أدلة تثبت زعيمهم حول سقوط صواريخ روسية في إيران. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أن التحالف الأمريكي لم يكن جديا في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن التحالف الجديد بين سوريا وروسيا وإيران والعراق جاد في مواجهة الإرهاب وسيمهد لتطورات مهمة على مستوى المنطقة. كلام بروجردي أتى من دمشق التي وصلها لعقد لقاءات مع المسؤولين السوريين. هذه خطوة إيجابية وناجحة في المنطقة، ونحن ندعم كجمهورية الإسلامية إيران والتعاون المشترك الرباعي بين روسيا وإيران وكذلك سوريا والعراق، ونرى الآثار الإيجابية بالنسبة لهالموضوع بمقابلة الإرهاب في المنطقة. أكد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن الوجود الإيراني في سوريا يقتصر فقط على بعض الاستشاريين، نفيا في لقاء مع الميادين أي وجود بري روسي على الأرض السورية. لا يوجد قوات إيرانية على الأرض السورية تقاتل إلى جانب الجيش السوري. هلأ ممكن يكون في بعض المستشارين كما هو المستشار اللواء همداني الذي استشهد في حلب بمهمات استشارية، وهذا تعاون قديم سابق أساسا للحرب على سوريا بـ4 سنوات ونصف، لكن لا يوجد قوات إيرانية على الأرض، كما لا يوجد قوات روسية على الأرض تقاتل يعني بمعنى في العمليات البرية. عام هجري جديد مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بألف خير. هذه نشرة أخبار البلد، حياكم الله. أعلن مصدر عسكري عن بدء عملية عسكرية على مواقع التنظيمات الإرهابية التكفيرية في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وقال المصدر إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بدأت عملية عسكرية في جوبر وحرستا في الغوطة الشرقية
أحكمت خلالها السيطرة على شركة ريما للمياه وعدد من كتل الأبنية في حي جوبر. وأضاف المصدر أن العملية أسفرت عن تدمير مقر القيادة ومراكز اتصال للتنظيمات الإرهابية التكفيرية ومقتل أعداد كبيرة منهم. وينتشر في حي جوبر وقرى وبلدات الغوطة الشرقية إرهابيون أغلبيتهم من تنظيم جبهة النصرة وما يسمى جيش الإسلام المرتبط بنظام آل سعود الوهابي، ويعتدون على أحياء دمشق السكنية بالقذائف الصاروخية والهاون. وفي ريف حمص الشمالي قضت وحدة من الجيش على 7 إرهابيين مما يسمى حركة أحرار الشام قرب قرية السمعليل جنوب منطقة الحولة، وعرف من الإرهابيين القتلى عمار الخضر متزعم المجموعة وإرهابي شيشاني يلقب بأبي أنس. وأقرت التنظيمات الإرهابية بأن الإرهابي الخضر هو القائد العام لحركة أحرار الشام في منطقة الحولة، مشيرة إلى أن من بين القتلى أيضا من سمته القائد العسكري للحركة في منطقة الحولة عبد الله بركات، إضافة إلى ظاهر سعد الدين ومأمون الخضر. وفي درعا دمرت وحدة من الجيش سيارة مزودة برشاش ثقيل بمن فيها من إرهابيين على الطريق الترابي الواصل إلى بلدة عتمان، كما تم القضاء على إرهابيين من جبهة النصرة خلال عمليات ضد أوكارهم وتجمعاتهم في مدينة طفس. وفي ريفي إدلب وحماة أكدت مصادر ميدانية مقتل 29 إرهابيا على الأقل، 17 منهم مما يسمى جيش الفتح، خلال العملية العسكرية البرية المتواصلة التي تنفذها وحدات من الجيش العربي السوري بتغطية من الطيران الحربي. وقالت مصادر ميدانية إن وحدة من الجيش دمرت دبابة للإرهابيين بين بلدة التمانعة وقرية سكيك، وعشر آليات متنوعة بين مصافحة ومدرعة مزودة برشاشات ثقيلة في محيط بلدة خان شيخون بالريف الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب. أما في دير الزور فقد خاضت وحدات من الجيش والمرابطة في المطار اشتباكات عنيفة مع إرهابي داعش، وأوقعت نحو 100 منهم بين قتيل ومصاب، ودمرت سيارة بيكاب مزودة برشاش ثقيل. وفي حلب ارتقى شهيدان وأصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مشفى الجامعة، ووقعت أضرار مادية في الممتلكات نتيجة الاعتداءات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حي سيف الدولة. وزارة الدفاع الروسية أكدت أن سلاح الجو الروسي نفذ 41 طلعة جوية على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وإدلب واللاذقية وحماة ودير الزور خلال الساعات 24 الأخيرة. كما أعلن مصدر عسكري روسي مطلع أن النقطة اللوجستية التابعة للبحرية الروسية في ميناء طرطوس ستكون قادرة على استقبال السفن الكبيرة بعد الانتهاء من تعميق قناة رسو السفن وتثبيت الأرصفة. وقال المصدر إن أعمال تعميق وتنظيف قناة مرفأ طرطوس جارية بنشاط كبير بمشاركة السفينة الخاصة بهذه الأعمال كيل 158 التابعة لأسطول البحر الأسود، بعد أن قامت السفينة دونزلاف بإجراء القياسات الهيدروغرافية اللازمة. وأضاف المصدر أنه بعد الانتهاء من هذه الأعمال وترميم أجزاء من البنى التحتية للميناء ستكون النقطة اللوجستية قادرة على استقبال السفن من الدرجة الثانية والسفن ذات الحمولات الكبيرة. أكدت سوريا أن الدعم العسكري الذي قدمته روسيا لمساندة جهود مكافحة الإرهاب ينسجم تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب. وفي رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنه بناء على طلب من الحكومة السورية إلى حكومة الاتحاد الروسي للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، قام الاتحاد الروسي باتخاذ جملة إجراءات منها توفير الدعم الجوي لعمليات الجيش العربي السوري على الأرض في حربه على داعش والنصرة وتنظيمات إرهابية أخرى، وضرب قواعد ومعسكرات ومراكز تخزين الأسلحة والذخيرة ومراكز قيادة الجماعات الإرهابية. وأكدت الخارجية أن سوريا وجهت دعوات متتالية إلى المجتمع الدولي للتعاون والتنسيق الكامل والوثيق معها بشكل جماعي أو ثنائي من أجل مكافحة الإرهاب، إلا أن هذه الدعوات لم تلقى أذانا صاغية، بل إن بعض الدول قام بتحريف مضمون المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لخرق السيادة السورية. وأوضحت الخارجية أن الجهود الروسية في مكافحة الإرهاب تخلق الظروف الملائمة لإنجاح العملية السياسية في سوريا.
بحث رئيس مجلس الشعب محمد جهاد ما يقدمه محور المقاومة ممثلا بإيران وروسيا الاتحادية من تعاون سياسي واقتصادي وعسكري. وأضاف اللحام أن العلاقات السورية الإيرانية تشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة والدفاع عن حقوق شعوبنا وتحصينها أمام الأطماع الغربية ومخططاتها. وشكر اللحام الجمهورية الإسلامية الإيرانية شعبا وحكومة وقيادة وعلى رأسها قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي على دعمهم لسوريا ووقوفهم إلى جانبها، موضحا انكشاف أبعاد التآمر الواضح من قبل مملكة آل سعود ودول الغرب بقيادة وإيقاع أمريكي على سوريا، ومؤكدا بدل أن تكون السعودية نصيرة للقضية الفلسطينية والعرب أصبحت حليفا لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، مشددا على استمرار الدعم الإيراني لسوريا سياسيا واقتصاديا وعسكريا. ولفت بروجردي إلى أن الاتفاق النووي الإيراني مع دول 5+1 لن يقلل من عزيمة إيران وإرادتها في دعم سوريا والعراق وجميع قوى المقاومة في المنطقة. نحن شركاء بكل معنى الكلمة، نحن أشقاء بكل معنى الكلمة، نحن حلفاء بكل معنى الكلمة على السراء والضراء، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية واستقلال القرار الوطني والحفاظ على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعدم التعاطي بازدواجية المعايير كما يفعل الغرب وتفعل الإدارة الأمريكية. لذلك نحن شركاء حق، شركاء صدق، ومحور المقاومة سينتصر بإذن الله. إن امتزاج الدم السوري بالدم الإيراني هذا واقع سيكتبه التاريخ، وسيكون النصر وليدة هذا الدم الذي سال على هذه الأرض الطاهرة السورية، وسيتم دحر الإرهاب بإذن الله، وسننتصر جميعا بهذا اليوم وإنه قريب بإذن الله. وفي تصريح خاص لمندوب المركز الإخباري أكد بروجردي أن إيران ستبقى تقف إلى جانب سوريا في المجالات كافة، وهو قرار نهائي على سوريا مصيره الفشل، وخطوات حل الأزمة في سوريا ترتكز على قرار القيادة السورية. من فكر بكم كي بهمي سورة أننا أمام واقع جديد، فإن حضور القوات الروسية في ميدان المعركة، هذا الحضور القوي لا شك سيوجد تطورا جديدا في كافة المجالات، ولذلك نرى العصبية التي نراها من قبل الأمريكان وهذا الانهزام الكبير للمجموعات الإرهابية. نحن على أبواب تطور جديد في الأوضاع، أي قرار يتخذ سيكون مرتكز على القرار السوري. كما بحث وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين مع الدكتور بروجردي التطورات في سوريا والمنطقة وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، والترحيب بالمشاركات الصادقة في هذه الجهود وعلى رأسها الجهود الروسية من أجل دحر الإرهاب في سوريا وتهيئة الظروف المواتية لإنجاح الحل السياسي. وأوضح المعلم أسباب الحملة المسعورة التي تشنها الدول التي تآمرت على سوريا بعدما لمست انتصارات الجيش العربي السوري بالتعاون مع الأصدقاء الروس والمقاومة اللبنانية والدعم الإيراني، ولذلك فإن الوضع يتحسن وستنتصر سوريا حتما بوجود أصدقاء حقيقيين يدعمون دفاعها عن شعبها وسيادتها ووحدة أراضيها. وقال الوزير المعلم إن الأفكار التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي موضع تقدير واهتمام الحكومة السورية في إطار جهود مكافحة الإرهاب والحل السياسي للأزمة في سوريا. من جانبه بيّن الدكتور بروجردي أن بلاده تلاحظ تحسن المستمر في سوريا نتيجة لصمود الشعب والقيادة، وهي مستمرة في دعم سوريا في كل المجالات، وترحب بالتعاون الرباعي في مجال مكافحة الإرهاب الذي يضم بلاده مع سوريا والعراق وروسيا، واصفا إياه بالخطوة الإيجابية والناجحة. بمناسبة رأس السنة الهجرية نظمت وزارة الأوقاف اليوم ملتقى علماء وداعيات سوريا في جامع الشيخ سعيد الجابي بمدينة حماة، حيث أكد المشاركون وقوفهم خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد ودعمهم لبطولات الجيش العربي السوري والمقاومة الباسلة، وشكرهم للمواقف المبدئية للأصدقاء الروس وجميع الدول الصديقة التي تدعم سوريا في حربها ضد الإرهاب.
بحضور الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف واللواء مصطفى سكري المصطفى أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي والدكتور غسان خلف محافظ حماة ومشايخ ورجال دين من جميع أطياف سوريا. أقيم في حماة في جامع الشيخ سعيد الجابي حفل ديني كبير بمناسبة رأس السنة الهجرية، تم إلقاء الكلمات والخطابات الدينية المشيدة بقداسة هذا اليوم، حيث أكد السيد الوزير على ضرورة التفريق بين الهجرة والتهجير، فحماة جمعت كل معاني الوفاء والفداء والعطاء والمحبة في هذه المحنة، شاكرا وقوف الأصدقاء بجانبنا في حربنا على الإرهاب، وداعيا إلى ضرورة الوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري في معركته المصيرية هذه، لأننا أصحاب حق والله مع الحق. لقاء موسع كان في حماة، وهي رسالة العام الهجري الجديد، عام النصر بإذن الله لسوريا، والوقوف وراء جيشنا العربي السوري وتضحيات جيشنا العربي السوري، والشكر لأصدقائنا الروس والإخواننا في خط المقاومة الباسل، وزيارة هذه المعالم الإيمانية في محافظة حماة، وافتتاح دار أبي الفداء لتحفيظ القرآن الكريم، وتوجيه السيد الرئيس بشار الأسد بأن القرآن الكريم هو الترس الذي يحمينا. هذا اليوم إن شاء الله اليوم الأول في العام الجديد الذي جعلنا شعاره في الملتقى الديني الموسع لعلماء وداعيات سوريا أن يكون عام الانتصار بإذن الله تعالى. نحن نعتقد بأن هذه الإنجازات، هذه الصروح العلمية الإيمانية، هي حلقة من حلقات تطور سوريا، من تطور الإيمان، نسيج الأخلاقي الإيماني الذي لا يمكن أن تقوم الأمم إلا من خلاله وبه، لأن إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. دقت ساعة الانتصار، فأتينا من حلبة إلى حماة من أجل أن نقول نحن دخلنا في طور الإعمار، كل عام وهذا البلد عامرا بقيادته ومواطنه وجميع أطيافه. نرجو من الله سبحانه وتعالى كما أسلم واستسلم أهل مكة أن يسلم ويستسلم هؤلاء الذين خرجوا على الدين قبل أن يخرجوا على الدولة. حاولوا أن يهجروا أبناءنا بالفرقة والشقاق، فبنينا وآويناهم من خلال بيت العيش المشترك والوحدة الوطنية والتضامن والتجانس والتناغم. أرادوا أن يزرعوا بذار الفرقة بين الشعب وجيشه وقائده، فبنينا حصنا من المنعة والقدرة بتلاحم الجيش والشعب والقائد. هذا وقد قدمت أطفال روضة مسجد الشيخ سعيد الجابي عروض مسرحية بعنوان براعم إلى العلا نرتقي وبعض الأغاني الوطنية. كما قام السيد بجولة إلى دار أبي الفداء الشرعية لعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لتحفيظ القرآن، وجامع الشيخ محمد الحامد الذي سيتم ترميمه وتحويله إلى مجمع أبي الفداء للعلوم والدراسات الدينية وتحفيظ القرآن، مؤكدا على ضرورة الإسراع بإنجاز هذا الصرح الديني الكبير. مبادرات كثيرة قام بها أبناء سوريا المغتربون لدعم وطنهم الأم، وها هي العيادات الطبية التي تبرع بها رجل الأعمال تامر ببيسي في محافظة درعا، تقدم الخدمات العلاجية الطبية للمرضى مجانا. أن تكون سوريا فهذا معناه أن تصغي لنداءات الشوق والحنين والذكريات، فتعود مدفوعا بذاك العشق إلى وطنك لتبني وتؤسس فيه. فالعيادات الطبية التي أقيمت جاءت لتكون داعما للمشافي والمراكز الطبية التي استهدفها الإرهاب بشكل مباشر، ولتقدم الخدمات المجانية الطبية لمن يقصدها. العمل خيري بحت يخدم كل المواطنين، هو مخصص في مدينة درعا لكن ممكن يخدم كل المحافظة في حال تحسن الوضع الأمني، لأنه عندك عيادة قلبية وعندك عيادة داخلية، عندك عيادة أطفال، عندك عيادة استشارات ما يخص الأمراض النفسية وغيرها، فالعيادات وعيادة نسائية وتوليد عيادات متكاملة، أكيد تقدم خدمات كبيرة. ممتاز، المقابل ممتاز، بكفي الراحة النفسية ومجاني طبعا كل العلاج. علاج مجاني هون، وأطباء كتير ممتازين، وقريب يعني جاي بالحي السكني، يعني كتير ممتاز، وكتر خيره وشكرا كتير لإله.
معاملة كتير منيحة وريحونا كتير، كتر خيرهم كلياتهم. كتير يعني وفر من ناحية الطبابة والعلاج والأدوية. بدرع أغلب الناس من الفقراء، فلما تكون عيادة خيرية وجايبين خيرة أطباء المحافظة موجودة هون متعاقدة مع الأستاذ تامر البلبيسي، فكلها بتقدم خدمات مجانية لجميع شرائح المجتمع. من فحص اكتشفنا على أنه عنده في مشكلة بالأربطة والغضاريف، فهلأ عم نفحصه مشان نقرر شو بدنا نعمل له معالجات، ومنقدم له كل الخدمات. هلأ عم نكمل علاجه وإن شاء الله بيشفى. السيد بلبيسي حدثنا عن هذه التجربة التي رأى من خلالها أنه لم يقدم سوى القليل لوطنه الذي احتضنه وقدم له الكثير لسنين طوال، وقد آن الأوان ليرد الجميل. أهمية لهيك ظروف، نحن عملنا افتتاح مركز خيري طبي يضم 5 عيادات، إنهن عيادة قلبية وعيادة أطفال وعيادة نسائية ومكتب توعية نفسية وعيادة عظمية، ومجهز بأحدث الأجهزة، وتكلفته من حيث المبدأ حاليا 15 مليون، وبدأ من 48 ساعة تقريبا، والحمد لله في إقبال ولقى إحسان عند الناس. هذا العمل هو عمل خيري، الفعاليات هذه أو العيادات الخيرية كمان رح تتعمم على أكثر من محافظة، وكلها بالأخير يعني جايين لنخدم بلدنا وأهل بلدنا. فالمجتمع المدني بجميع أفراده وشرائحه وجمعياته وهيئاته معني بوضع يده مع الجهات الحكومية لتنهض سوريا من جديد. وزارة الصحة تقيم ورشة عمل مع عدد من الكوادر الإعلامية حول حملة التلقيح الوطنية ضد مرض شلل الأطفال لنشر أهداف هذه الحملة، والتي ستطلقها الوزارة الأسبوع المقبل لوقاية أطفال سوريا التي تعد من الدول التي تخلصت من هذا المرض الخطير والمميت. ضمن عملها الدائم والمستمر لتأمين الرعاية الصحية للمواطنين، أقامت وزارة الصحة ورشة عمل مع مجموعة من الكوادر الإعلامية حول حملة التلقيح الوطنية ضد مرض شلل الأطفال، والتي ستطلقها الوزارة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف ابتداء من 18 من الشهر الجاري حتى 22 منه. من ضمن السلسلة استمرار لسلسلة حملات التلقيح الوطنية يلي هدفها وقف سراية مرض شلل الأطفال. نحن الحمد لله كلياتنا بنعرف أنه صار رح يمضى إن شاء الله 2 سنين عن آخر حالة شلل الأطفال. حتى نحافظ نحن عن خلو سوريا من هذا المرض، نحن مضطرين أنه نعزز المناعة عند الأطفال. فنحن إن شاء الله الأسبوع القادم عنا حملة وطنية حتشمل جميع الأطفال دون 5 سنوات، حنلقحهم بجرعة نقطتين من خلال المرض، من خلال لقاح شلل الأطفال نسميه نحن ثلاثي كافو. اللقاح هو بيحمي من الأمراض وخاصة مرض شلل الأطفال اللي بيؤدي ممكن يؤدي للإعاقة أو للوفيات. هاي 1. 2، لازم ما نتهاون أبدا بإعطاء اللقاحات للأطفال، لأنه هو طبعا إعطاء اللقاح هو حماية للمجتمع وللطفل من الأمراض اللي ممكن أنه ينصاب فيها، خاصة بأمراض المشمولة باللقاح. حملة التلقيح تستهدف حوالي 1,925,000 طفل خلال 5 أيام، يتوزع العمل فيها على أكثر من 1,200 مركز صحي، بالإضافة إلى 2,350 فرقة جوالة بهدف الوصول إلى العدد المطلوب. المنطقة يلي فيها مراكز صحية فحيكون تواجد الفرق جوالي أقل، الفرق جوالي حتروح أكثر على المناطق يلي مراكز صحية فيها ما لا موجودة، أو على أطراف المدن حيروح على مراكز الإيواء، حيروح على حضانات الأطفال. ندعو جميع الأمهات ونحث جميع الأمهات والأهالي أنه يجيبوا أولادهم إلى المراكز الصحية، إلى الفرق الجوالي لتلقيحهم. طبعا إذا كان موجود متوفر بطاقة اللقاح معهم فيجيبوها، إذا مو متوفرة يعني مو ضروري، لكن إذا كانت بيكون يعني إذا كانت معهم فهي أفضل. رسائل كثيرة وجهتها ورشة العمل، أهمها أن هذا اللقاح مجاني وآمن، وتلقيح الطفل بغض النظر عن اللقاحات السابقة، مع إعلام الأهل أن جميع الفرق مؤهلة ومزودة بمهمة رسمية ولباس موحد، مع ضرورة الاحتفاظ ببطاقة اللقاح واستكماله، لأن عدم استكماله يعني عدم اللقاح. في ظل ضغط السفر المتزايد على مطار القامشلي الدولي، فإن المؤسسة العامة للطيران المدني تشكل المنقذ الوحيد لأهالي المنطقة الشرقية، حيث لا يوجد حلول إسعافية لمشكلات المطار، لذا فهو يحتاج إلى حلول استراتيجية في ظل عدم تسيير أي رحلة لشركات النقل البري.
تشكل المؤسسة العامة للطيران المدني في سوريا عموما وفي القامشلي على وجه الخصوص شريانا أساسيا للحياة، خاصة في ظل الحصار الذي تعانيه محافظة الحسكة منذ 3 سنوات وقطع كافة الطرق البرية من وإلى المحافظة، وهو الأمر الذي ضاعف من أهمية الدور الذي تؤديه، حيث أصبحت المنفذ الوحيد لأهالي المنطقة الشرقية للسفر إلى ما بعد نهر الخابور، أي إلى دمشق والمناطق الداخلية والساحلية، بالإضافة إلى الرحلات الخارجية التي تسير وبشكل مستمر إلى لبنان والكويت. كل ذلك برغم المشاكل الكبيرة التي يعانيها مطار القامشلي الدولي في ظل ضغط السفر المتزايد على المطار يوما بعد يوم. شركة طيران سورية طبعا قامت بزيادة عدد الرحلات لتقديم المسافرين، ولكن بكل الحالات هذا لا يفي بالغرض، كونه سابقا كانت تسير تقريبا 200-250 رحلة بولملات من الحسكة والقامشلي فقط إلى دمشق أو إلى محافظات الأخرى، حاليا الطرقات مغلقة. وعلى الرغم من افتتاح شركة خاصة للطيران المدني كخطوة أولى لتخفيف الضغط على مؤسسة الطيران السورية، إلا أن المصب واحد، فبقيت مشاكل المؤسسة العامة للطيران المدني في مطار القامشلي والمتمثلة بالضغط الكبير للمسافرين من دون حلول إسعافية، وهي التي تحتاج إلى حلول استراتيجية في ظل عدم تسيير أي رحلة لشركات النقل البري. مشكلتنا نحن شايف شون، السنة الماضية جيت 3 أيام ضليت قاعدة بالحديقة هون وما في قطع، اللي عنده واسطة بيطلع والما عنده واسطة ما بيطلع. ويبقى مطار القامشلي الدولي والذي يعود تشييده إلى 50ات القرن الماضي بحاجة إلى الدعم ورفع مستوى الخدمات، خاصة تطوير المهابط والكوادر البشرية المتخصصة وتوسيع صالات الركاب. شرطة الهجرة والجوازات في معبر العريضة الحدودي تستمر في القيام بمهامها في إنجاز معاملات المسافرين. السرعة في إنجاز معاملات المسافرين القادمين والمغادرين ومن كافة الجنسيات وتدقيق وثائق السفر وتقديم كافة الخدمات لكل مسافر، كل هذا تقوم به شرطة الهجرة والجوازات في معبر العريضة الحدودي. كيف الخدمة هون على معبر العريضة؟ ممتازة جدا، جاي من الجنوب بكل سهولة، يعني فتت وفي ترحاب وفي سهولة بالمعاملات مع المسافرين. وين جاي حضرتك؟ من لبنان. كيف الإجراءات هون؟ كيف الخدمة هون على الحدود؟ الحمد لله، بلدنا ما في أحسن من سوريا. كما تقوم العناصر العاملة في شرطة الهجرة والجوازات في معبر العريضة بتفتيش السيارات العامة والخاصة والشاحنة وحل أي إشكال يتعرض له المسافر وفق التعليمات القانونية الناظمة. نقوم بتقديم الخدمة ليلا ونهارا ضمن صالتي القدوم والمغادرة وبإشراف الضباط الدائم والتدقيق على الوثائق للقادمين والمغادرين على الحاسب الآلي وتسجيلها ومعالجة أي إشكال. نقوم بتدقيق وثائق السفر للمسافرين وتدقيق الفواتير الأمنية للسائقين مطابقة الصور الشخصية على حاملين البطاقات الشخصية. نقوم باستقبال المسافرين القادمين من لبنان وتسجيلهم وتدقيق وثائق سفرهم على الحاسب الآلي وتسوية أوضاع الذين حولهم أي تشابه وأي إشكال بالسرعة الممكنة. قوى الأمن الداخلي عيون ساهرة وعلى جهوزية تامة لحماية أمن الوطن والمواطن في جميع الأوقات